السلام عليكم. مع اقتراب شهر رمضان المبارك بدي أعلمكم بهالحلقة على طريقة مميزة لصنع القمر الديني. عندي هون مشمش كندي. كندا من البلدان المنتجة للمشمش. من الضروري لما تصنعوا قمر الدين انكم تختاروا مشمش ناضج ولونه برتقالي داكن مثل هيدا. كل ما كان لون المشمش جميل كل ما كان أطيب. هالطريقة مميزة جدا لأنه القمر الدين لحضره حيكون بصيغة لزجة، بيتخزن بأنانة، بينحط بالبراد وبيدوم لأكثر من سنة. من المعروف أنه القمر الدين التجاري مليء بالجلوكوز والمواد، هذا حيكون صافي 100% وطعمه ولا ألذ. إذن لنبلش بصنع القمر الدين. إذن بيلزمني 3 أكواب من المشمش المقطع قطع صغيرة مثل هيك. من الضروري أنه أقطع المشمش قطع صغيرة لأنه بدي أهرسه بالآلة حتى ما يلبد الآلة، ومن الضروري طبعا انكم تغسلوا المشمش قبل ما تقطعوا. بحط كل كوب بالفرامة وبضيف له 3 ملاعق طاولة من المي. وبفرمه بالخلاط. بهرس المشمش بشكل ناعم جدا بهالشكل هيدا، وبحطه بالطنجرة. بعد ما هرست المشمش بضيف له 4 أكواب من السكر. وثلاث ملاعق طاولة من عصير الحامض الصافي. بحطه على نار مرتفعة وبحرك جيدا. من الضروري انكم تستخدموا اناء غميق حتى يستوعب المشمش في حال فار. بتضلكم عم تحركوا المشمش حتى يوصل لدرجة الغليان، ساعتها بتخففوا النار مع المحافظة على درجة خفيفة من الغليان مثل هيك، وبتتركوه يغلي حوالي 30 دقيقة قبل ما تطفوا النار. ودايما دايما لازم تراقبوا المشمش حتى ما يفور، ما تتركوه ابدا لحاله. بعد حوالي 30 دقيقة من الغليان القمر الدين صار جاهز. طفيت النار. الرائحة بالغرفة بتجنن، ما قادر اوصف لكم، كتير لذيذة. هيدا الملمس اللي بتحصلوا عليه. فيكم تكتفوا ب 25 دقيقة إذا بدكم، كل ما بدكم تكثفوه بتغلوه أكتر. فهذا الملمس اللي حصلت عليه هلأ بعده سخن، عند التبريد حيجمد أكتر. وبخصوص التحريك، بمجرد ما يبلش بالغليان فيكم تتوقفوا عن التحريك، ما ضروري تحركوا طول الوقت. أهم شيء لما يكون السكر بعده مدي بمجرد الغليان بتتوقفوا عن التحريك. إذن هلا حتركهم يبردوا بعدين اسكبهم بالقنينة. بعد ما برد القمر الدين صار وقت صبه بالقنينة. هستخدم قنينة زجاجية وهستعين بقمع. بعد السكب هيدي الكمية اللي بتطلع، قنينة ومرطبين صغير. بعد في شوي بالطنجرة بس ما بتحرز انه اسكبهم لانه قليل. هلا بدي احطهم بالبراد، وبعد التبريد حضهر القنينة واتذوق واعطيكم انطباعي. اعزائي المشاهدين، بعد ليلة من التبريد القمر الدين صار جاهز للتذوق. عندي ايه هون بقنينة، وهون اللي ضلوا حطيتهم بمرتبين. بدي فرجيكم ملمسهم
بالمرتبين مثل ما شايفين. هيك بيكون ملمسه. ملمس جميل جدا. هلا هو بالبراد، لو ما كان بالبراد بيكون لزج اكتر، بس هيدا الملمس الممتاز للأمر الدين. وعندي اياه هون بصيغته بالقنينة. ملاحظة مهمة بخصوص القنينة، اول ما بدكم تستخدموه لازم دايما تخضوا القنينة، لانه بيكون شوي لزج مثل ما شايفين، شوي تقيل بينزل ببطء. بس اذا خضيتوه تخضوه بس شوي هيك مثل ما شايفين صار ملمس ممتاز. هلا بدي اسكب منه فرجيكم. اللي حلو بالقنينة انه بأي وقت بدكم تاكلوا أمر الدين ما بحاجة لا تقصصوا أمر الدين ولا تزيدوا مي ولا تنطروا، فورا بتطلعوا الأمر الدين من البراد وبتسكبوا مثل ما شايفين. هذا الأمر الدين ممتاز، شايفين الملمس ما أجمله. هيدا الملمس اللي بيتميز فيه الأمر الدين المكثف واللذيذ. شايفين بأي وقت بتاكلوا أمر الدين وبترجعوا القنينة للبراد بتدوم أكتر من سنة، فطريقة ممتازة. هلأ بدي دوق الأمر الدين. عندي هون جبنة، هيدي حشيلة. اذا بتدوق الامر الدين مثل ما شايفين، هيدا الملمس اللذيذ بأي وقت تفتح القنينة وعندكن امر الدين. انا فعلا ما اقدر اوصف لكم، هيدا اطيب امر الدين ممكن تاكلوه بحياتكم، ما في اطيب من هيك. بنصحكم بشدة انكم تساووه، فعلا لذيذ جدا وفكرة مذهلة انكم تعملوا امر الدين جاهز بقنينة ويدوم لأكثر من سنة. بتمنى تكون هالحلقة عجبتكم. إذا حابين تشاهدوا المزيد اضغطوا على الرابط أسفل هالشريط أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة، وما تنسوا السبسكرايب. إلى اللقاء.